فشل متكرر لميليشيا الحوثي التي حاولت أكثر من مرة اختراق مناطق هامة غرب محافظة لحج. وأكدت مصادر عسكرية أن فشل الميليشيا أتى بسبب المقاومة الشرسة من قبل قوات الجيش الوطني التي أحبطت عدة محاولات تسلل للحوثيين. مصادر عسكرية قالت لقناة بلقيس إن ميليشيا الحوثي فشلت في التسلل باتجاه جبهات الشرية شمال غربي لحج، وقد أحبط الجيش محاولة الميليشيا التي كانت تستهدف مواقع الجيش. وأكدت المصادر اندلاع معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة. طبعاً نحن مسيطرين على منطقة الشعيب وما حولها ومواقع تقرب من الشعيب، يتم التسللات علينا منها من قبل قوات الحوثي وغيره من المتحوثين في نفس الوقت، ولكثرتهم في مناطق الرهدة وما حولها، ويتم التعامل معهم بقوة النار بالمدفعية والقذائف والرجال والشباب الأشداء. تصدي الجيش لمحاولات الحوثي التسلل إلى لحج يأتي في الوقت الذي تحتشد فيه قبائل الحشا بالضالع للدفاع عن مناطقهم ضد ميليشيا الحوثي التي تحاول السيطرة على جبال المديرية الاستراتيجية مستغلة عدم تدخل الجيش. كانت الحشا قد شهدت عدة اعتداءات من قبل الميليشيا الحوثية طالت ممتلكات قيادات في الحكومة، منها تفجير منزل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد الحذيفي في أطراف سوق الطاحون بالمديرية. فيما هو مؤكد أن أبناء لحج والضالع يتعرضون لحصار وهجوم ميليشيا الحوثي وسط تفرج الشرعية وخذلان التحالف، ولا يملك الجيش سوى الدفاع عن مواقعه والحفاظ على المناطق التي تحت سيطرته في إصرار وتصميم على استعادة الدولة ولو بعد حين.